حظيت باستقبال السيد رئيس الجمهورية، قدمت لسيادته تقرير هيئة السوق المالية عدد 21 لسنة 2016، فيه إنجازات السوق المالية في السنة المنقضية، وفيه أيضا معناها برامج الهيئة للعام 2017 وللمستقبل، وعلى ضوء طبعا المتغيرات الاقتصادية في البلاد والظرف الاقتصادي الوطني والظرف الدولي. أهم من نتائج السوق المالية في 2016 عن طريق مؤشرها حققت نتيجة إيجابية تقريبا 9% إيجابية، حققت حجم تداول 2.8 مليار دينار ونمو 8% في رسمة السوق، إضافة طبعا إلى إثراء التسعيرة في 2016 بشركة جديدة رسمتها حوالي 300 مليون دينار.